في هذه السلسلة المتعلقة بمتابعة عملية تطبيق المقتضيات الدستورية، سأعمل على إبراز ومتابعة كل ما يتعلق بهذه العملية. ولكن في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الدستور المغربي كباقي الدساتير التجارب الدولية هو نص مهما قيل عنه فإنه نص موجز مختصر مقلص يتضمن خطوط عريضة لما يمكن أن يشمله أي دستور بخصوص حقوق وحرية المواطنين من جهة، وبخصوص السلطات العمومية الرئيسية من سلطة تشريعية تنفيذية قضائية من مكانة للمؤسسة الملكية، وأيضا من خلال بعض المؤسسات المسمات من المؤسسات الجانبية مثل المحكمة الدستورية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. ولذلك فمن أجل عدم إثقال الدستور بالعديد من التفاصيل نلاحظ بأنه المغرب اعتمد الأسلوب الفرنسي الذي يحيل إلى نصوص خارج الدستور لتكملة مقتضياته أو للمزيد من التفاصيل. وفي هذا الصدد فالدستور الجديد على غرار الدساتير السابقة في المغرب أحال إلى نوعين من النصوص، في بعض الأحيان يحيل إلى ما يسمى بالقانون التنظيمي المسمى بالفرنسية لالوا أورغانيك، وأحيانا أخرى يكتفي بالإشارة إلى القانون وهو المتعارف عليه باسم القانون العادي، أي القانون الذي يصدر عن البرلمان وفق مسطرة عادية. ولذلك من المهم جدا في البداية أن نبين للمتتبع للمتصفح على أنه ما المقصود بالقانون التنظيمي وما هي مكانته ضمن مختلف النصوص القانونية داخل الدولة، ثم لماذا يتميز القانون التنظيمي عن القانون العادي. لمعرفة ذلك سأشير في البداية إلى أن السلطة التشريعية أي البرلمان بصفة عامة يصوت، هو الذي يصوت على القوانين ويصدرها. هذه العملية تمر بمسطرة عادلة، وهو أنه أي نص قانوني سواء كان في شكل مشروع أي أن بروجي، يعني نص قانوني جاء بمبادرة من الحكومة، أو كان في شكل مقترح قانوني بروبوزيسيون دو لوا أي نص قانوني بمبادرة من أعضاء البرلمان، في كلتا الحالتين هناك مسطرة عادية، وهو أنه يتم إيداع النص القانوني، تتم إحالته على اللجان، مناقشته، ثم التصويت عليه ورفعه إلى الجلسة العامة، استكمال المناقشة، ثم التصويت، وبعد ذلك إرساله إلى الغرفة الأخرى أي المجلس الآخر، سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة، الذي يعيد نفس العملية، أي الإيداع ثم المناقشة في اللجان ثم الجلسة العامة والتصويت. في الأخير طبعا نلاحظ على أنه بعد اكتمال هذه المسطرة يتم إرسال القانون إلى الحكومة التي تحيله إلى الملك من أجل إصدار الأمر بتنفيذه. خلال هذه المسطرة كلها نلاحظ بأنه يمكن للعديد من الجهات كما سنحددها لاحقا بالتفصيل أن تحيل هذا النص إلى المحكمة الدستورية، أي ما كان يعرف سابقا بالمجلس الدستوري، من أجل البت في مدى مطابقته مع الدستور. هذه المسطرة سنسميها المسطرة العادية التي يصدر عنها القانون العادي، لكن عندما يتعلق الأمر بقانون تنظيمي نلاحظ بأن هناك مسطرة أخرى، مسطرة متميزة عما قلناه سابقا. أين يكمن ذلك؟ أولا نلاحظ بأن التداول في مشروع قانون تنظيمي جاءت به الحكومة أو مقترح قانون كان من أعضاء المجلسين مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة لا يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور 10 أيام على وضعه لدى مكتب المجلس، أي أنه المشرع الدستوري أراد أن يبين أهمية هذا النص، ولذلك دفع إلى عدم التسرع في مناقشته، وبالتالي لا يمكن التداول بشأنه في جلسة عامة في أي مجلس إلا بعد مضي 10 أيام. نلاحظ هنا على أن الدستور أعطى امتيازا لمجلس النواب، لأنه في الفصل الرئيسي المعروف
فصل 85 ينص صراحة على أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحة القوانين من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي 10 أيام. إذن هناك فترة 10 أيام التي يجب أن لا يفهم منها بأن النص لا يناقش ولكن لا يعرض على التصويت، أي تتم أي أن المشرع الدستوري افترض بأن أقل مدة ممكنة لمناقشة القانون التنظيمي هي 10 أيام. طبعا لماذا؟ لأن هذا القانون التنظيمي بمكانته المكملة للدستور تستحق فعلا هذه المهلة. ورغم أن المسطرة هي نفس المسطرة السابقة، لكن هذه 10 أيام تجعل من القانون التنظيمي يتمتع بمكانة أو بمسطرة متميزة عن القانون العادي. بعد ذلك نلاحظ على أنه بعد المناقشة المسطرة ما يميز القانون التنظيمي وهو أن الدستور دائما في نفس الفصل نص على أن المصادقة تتم طبعا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، لكن إذا تعلق الأمر بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين أو للجماعة الترابية فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، أي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وليس فقط الأعضاء الحاضرين. إذن فرض واحد النوع من الشروط القاسية نوعا ما مقارنة مع القانون العادي الذي فيه شروط مرنة. نستنتج من هذا مسألتين. المسألة الأولى أنه داخل السلطة التشريعية هناك مسطرتين لإصدار النصوص، مسطرة عادية للقوانين العادية ومسطرة صعبة نوعا ما للقانون التنظيمي. إذن الخلاصة الثانية وهو أن القانون التنظيمي بمسطرته الخاصة أسمى من القانون العادي الذي يأتي في مرتبة تالية. طبعا عند مقارنتنا للمسطرة التي يصدر بها القانون التنظيمي بالمسطرة التي يصدر بها الدستور نفسه نلاحظ بأن الدستور له مسطرة يعني أعقد وأصعب، لأنها تتميز في آخر المطاف بضرورة عرض النص الدستوري على الاستفتاء. وهذا يدفعني إلى القول على أنه القانون التنظيمي هو في مركز وسط، صعوبته لا تصل إلى درجة الدستور، إذن فهو أقل قيمة من الدستور، ولكن صعوبته أسمى من القانون العادي، وبالتالي فالقانون التنظيمي يقع في مرتبة وسط ما بين النص الدستوري وما بين القانون العادي. السؤال الذي ينبغي إشارة إليه في بداية هذه السلسلة وهو أنه يجب أن نعرف بالضرورة ما هي المجالات التي أحال الدستور بشأنها على القوانين التنظيمية. هنا سنلاحظ بأنه في التجارب السابقة كان العدد مقلصا، كان دائما هناك قوانين تنظيمية، مثلا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المتعلق بمجلس الوصاية أو المتعلق بحق الإضراب. إذن كانت هناك قوانين تنظيمية، لكن الجديد هذه المرة في دستور 2011 وهو أن عدد القوانين التنظيمية ارتفع وصل إلى نقول ما يفوق 20، لأننا سنخصص يعني حلقة خاصة للعدد حتى نضبطه بدقة شديدة. ولكن يمكن للقول في البداية على أن أهم المواضيع الواردة في الدستور والتي تستلزم تفاصيل أحيل بشأنها إلى القانون التنظيمي. أشير إلى مجلس الوصاية، أشير إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب، القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، القانون التنظيمي المتعلق بملتمسات التشريع أو المتعلق بالعرائض أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي أو المتعلق بالمحكمة الدستورية أو الهيئة العليا للسلطة القضائية أو حتى النظام الأساسي للقضاة. يعني تلاحظ بأنه هذه المجالات، هذه المواضيع هي مواضيع مهمة جدا كان من الممكن أن تكون داخل الدستور، ولكن من أجل عدم إثقاله بمختلف التفاصيل تمت الإحالة بشأنها إلى القانون التنظيمي. في النهاية أشير إلى أنه هذا لا يجب أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الدستور دائما يحيل إلى القانون التنظيمي. أعطي مثال بسيط، مثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحيل بشأنه إلى قانون تنظيمي،
لكن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية أحيل بشأنها إلى قانون عادي. إذا من المهم جدا أن نضبط مجال القانون التنظيمي ومجال القانون العادي، وسنخصص لكل مجال من هذه المجالات حصة خاصة.